شاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل، ها هي الانطلاقة هنا لشوطنا الثاني عشر في مجموعة الأشواط. شوطنا خاص بالبقار أيضا الحجائج ضمن الأشواط المفتوحة، ومن بعد هذا الشوط بننتقل إلى مرحلة الإنتاج والمنتجين. نتابع معكم هذه المسيرة، نتابع الانطلاق، نتابع التحدي والإثارة والصدارة. هنا التماس لمحمد بن حمد بن مصرح الحبابي من تنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول. هناك مسيرة لمصبح بن عبيد بن مصبح بن خليفة المنطلق على المركز الثاني، ومتهاب محمد بن سلطان بن رشيد السويدي، ووصلت هنا حربة حمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، والوصول كذلك من الفاتنة سالم بن محمد بن شرقي لعفاري خامسا، وفي المركز السادس تأتي جو صالح بن محمد بن سالمين العامري، وهنا التدخل من ثماني عبد الله بن محمد بن صالح بن حسين بن منيف المنطلق بالتحديات الجميلة ودغاشة حمد بن حميد بن حمد الجحافي، تأتينا ثامنا، وفي المركز التاسع هناك القاهرة حمد بن ساعد بن حمد العمري، والوصول هناك أيضا من الشعارات المتميزة والانطلاقات الجميلة من الجانب الآخر، أرى التسللات الممتعة وشعار بن رشيد يتسلل هناك شرود الشرود سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي المنطلقة بهذا الأداء المميز، والوصول من أسرار عيسى بن مبارك بن دعفوس المنصوري على المركز العاشر. يلا يا أبو راشد هنا هذا الأداء المميز الجميل والتحديات المتميزة، نعود إلى صدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى الفاتنة من فتنت على الصدارة على المركز الأول سالم بن محمد بن شرقي لعفاري من انطلقت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. هناك مسيرة لمصبح بن عبيد بن مصبح بن خليفة على المركز الثاني، وثالثا جو صالح بن محمد بن سالمين العامري، وهنا حربة حمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيري المنطلقة على المركز الرابع، وهناك ما تهاب محمد بن سلطان بن رشيد السويد. يا سلام الانطلاقات جميلة والتحديات، ولكن أسرار 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 عيسى بن مبارك بن دعفوس المنصوري هنا تنطلق أيضا بتحديات جميلة، الوصول من دقاشة لحمد بن حميد بن حمد الجحافي ايضا قادمة بهذا الاداء الجميل، وهناك المنطلق الشرود لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي، وهنا ايضا حشيمة حمد بن راشد بن سالم المدهوشي، ولكن اعود اكتفي بهذا القدر بعد المغادرة للثمانمائة متر الاخيرة. وجو تنطلق في الجو، تنطلق في الجو على الصدارة على المقدمة على المركز الاول وصدارة هذا الشوط، هذا الشعار الذي عودنا على فوز وعلى الناموس صالح بن محمد بن سالمين العامري، يا ما صالح على ظهر شاهين، هذا الشعار المميز الجميل تشاهدونه على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور على ظهر جو المركز الثاني الفاتنة سالم بن محمد بن شرقي لعفاري، وفي المركز الثالث أرى شعار بن مساعد قادم هنا مع ملوح أحمد بن مساعد بن خالد المنصور، ولكن الصدارة مع جو 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 على الصدارة، جو على المقدمة على المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور، تسيطر على الصدارة، ولكن الله ملوح 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 تنطلق تنطلق أهالي غيافي أهالي الغربية ينطلقون على الصدارة، ها هي ملوح أحمد بن مساعد بن خالد المنصوري، سلام غربي سلام على هذا الأداء المميز الجميل. بينما المركز الثاني جو منادت على المركز الثاني صالح بن حمد بن سالمين العامري، المركز الثالث وصلت الفاتنة لسالم بن محمد الشرقي، هناك أيضا لعفاري، وعلى المركز الثالث مشاهدينا المركز الرابع هناك حشيمة لحمد بن راشد بن سالم المدهوشي، والمركز الخامس وصلت هناك هناك
هناك النايفة لحارب بقلفان من سالم الشاوي الغفري من وصلت على المركز الخامس، وها هي ملوح تنطلق بالفوز، تنطلق بالناموس في الأمتار الأخيرة بأربع دقائق 34 ثانية، ثمانية من الأجزاء من الثانية. سلام للغربية، سلام على هذا الأداء المميز، سلام غياثي لأحمد بن مساعد بن خالد المنصوري. بينما المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام جو لصالح بن محمد بن سالمين العامري في أربع دقائق 36 ثانية، تسعا من الأجزاء من الثانية توقيتها الزمني. والمركز الثالث بهذا الانطلاق المميز كانت هناك والتحديات من قبل الفاتنة لسالم بن محمد بن شرقي لعفاري من وصلت ثالثا قاطعت المسافة في أربع دقائق 37 ثانية، تسعا من الأجزاء من الثانية توقيتها الزمني. تحرينا وناموس على هذا الأداء المميز الجميل في هذا